شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. طبعا يقين انه اللي بيعملوا فيه الصوفية ده كله ما صح، بس واحد كان بيحتاج عليه كتير انه شيخ الاسلام ابن تيمية جوز البخرة، وكان بيقول انه ابن القيم ابن كثير اوردها في البداية والنهاية وفي مدارج السالكين عن الصالحين جواز التبرك، وان الناس تبركوا بما غسل ابن تيمية رحمه الله. شكرا جزيلا. جزا الله خيرا الاخ، الله يحفظه، زول محترم، وقال ما في شك انه الصوفية غلط، وده كلام حق، لأن الصوفية دعوا إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وإلى الأباطيل. بعد ذاك ذكر شبهة، وهي أن قال بعض العلماء في بعض الكتب زي شيخ الإسلام تيمية وزي ابن القيم أو ابن كثير جوزوا البخرة، وبعض الناس قال اتبركوا بغسل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وموضوع التبرك، البخرات يا جماعة ما من الدين وما في دليل من الكتاب أو السنة بيجوز البخرات. ده اللي بيجيبوا القرآن، إذا كتبوا القرآن بيجيبوه يحرقوه، فده ما ممكن يكون دين أبدا، ولا بيشبه ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا بيشبه ابن القيم. وأنا قريت فتاوى ابن تيمية من الغلاف للغلاف 35 مجلد، والله والله ابدا ما جوز بخره، ده كذب على ابن تيميه، ما كذاب اخونا ده، اخونا ده زول محترم، جاب الشبهه قال ذكروها وكذا. اما قصه انه يقول لك يعني ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه، وذكر غسل ابن تيميه رحمه الله تعالى انه بعض الناس يتبركوا به وبعض وزياده، دي شبهه بيجيبوها من بدري، وزيادة يقول لك دفنوا في مغابر الصوفية ويتبركوا بقبره وكذا وكذا. الغسل ده في حياة الشخص ولا بعد وفاته؟ بعد وفاته، ده بحل لك الموضوع ده كله. ودفنوا في حياته ولا بعد وفاته؟ بعد وفاته. عيسى عليه السلام ما مات، الله رفعه فوق، بعد الله رفعه في ناس عبدوه وناس قالوا الله ثلاثة، هل عنده ذنب؟ ما عنده ذنب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآيات. ومنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات. والعلماء اللي ذكرهم ديل ديل أكثر ناس بحاربوا الشرك نحسبهم. لو من ترجع إغاثة الأهفان لابن القيم فتفت مسائل القبور دي كذي فتفتها. إغاثة الأهفان الجزء الأول تكلم عن التبرك بالقبور، تكلم عن دعاء الأموات، ويتكلم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام تيمية ده عنده كتاب، أول كتاب في الفتاوى جاب 11 شبهة في مسائل عبادة الأموات ديل، ورد عليه 11 شبهة اسمه الألوهية، وحارب مسائل الشرك دي أشد الحرب، ولحد كتاب الزيارة بحارب في مسائل الشرك بالله تعالى. فده جماعة الرد على الكلام ده، ده بعد وفاته، زول بعد وفاته لو عمل أي شيء طالما هو بين وحذر من الشرك ده ما عنده ذنب. والنقطة الأخيرة موضوع التبرك ده حسم الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في سنن الترمذي صححه الألباني، وفي غير الترمذي في مسند الإمام أحمد، وأصل الروايات الموجودة دي الآن في الترمذي. قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، أسلمنا جديد يعني واحدين يعني أفاضل، وللمشركين سدرة، سدرة يعني شجرة نبق، يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعلقون، بيعلقوا أسلحتهم بيتبركوا بالشجرة دي ديل الكفار.
وبيعكفوا عندها يعني بيلازموها. قال فمررنا بسدرة، تاني جينا بسدرة تانية ماشيين على حنين. قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، سوي لنا شجرة ذات تعاليق نعلق فيها السيوف نتبرك بها زي ما الجماعة ديل عندهم. قال سبحان الله، رواية الترمذي، في غير الترمذي قال الله أكبر، إنها السنن في ضبط السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم شنو؟ الزول بيعمل له شجرة يتبرك بها زي الزول. الصحابة ما عملوها طبعا، سألوه وراهن والموضوع انتهى، لكن الزول بيعمل له شجرة زي الزول الطلب شنو؟ آلهة، ده شجرة، فما بالك قبر بتاع فقيه وشيوخ وكذا، وشيوخهم ديل دلاقين، أخونا ده محترم قال لك داري عارف الرد، لكن شيوخهم دلاقين ساي، وشيخ بيتبرك بسرواله، هسه خد شنت كان كلامي ده، أكتب سروال أحمد التجاني، فأحد بتاع البدوي، بيجيبوا طفل سوري ولا حاجة كده، بيقول له شم، بشم السروال تحت التكة، معقولة ياخذي بركة هنا بركة قدر ده؟ المواهيم سازول بتاع اللخبطة وحاجات تانية، دي ما فيها بركة، دي فيها صناعة، فيها بلاوي تقيلة ما بتتقال بركة بالدرجة. فده الجواب، نفتح فرصة للحوار ونقرأ.